حركة المقاومة أو المواجهة ليس خاضع إلى السلطة التشريعية ولا ليس تحت أمرة السلطة لحتى تستطيع أن تأخذ الأوامر من السلطة. عملية المقاومة عملية ذاتية والردوة ذاتي، ولا أعتقد هناك رأي أو سلطة الحكومة على أن تحد من هذا الرد أو تحاول أن تأجله. نعم، لكن إذ ما تحدثنا بصورة أوضح، الولايات المتحدة الأمريكية تبحث عن منع انخراط الفصائل المسلحة في استراتيجية الرد الإيرانية، هل الحكومة العراقية قادرة على أن تكون طرف في ذلك المنع؟ تفضل. لو التزمت الحكومة الأمريكية بقراراتها وبمبدأ القانون الدولي والقانون الإنساني واحترام السيادة لكان الطرف الآخر يلتزم، ولاحظنا أنه في الأيام القليلة الماضية انتهكت الولايات المتحدة السيادة العراقية من خلال قصف مواقع عسكرية تابعة للحشد الشعبي بال، وسقط على أثرها شهداء من الحشد، إضافة إلى ما حدث في لبنان من انتهاك للسيادة واغتيال القائد في المقاومة اللبنانية فؤاد شكر، وكذلك ما حدث في الجمهورية الإسلامية. يعني أمريكا هي من لم تلتزم باحترام السيادة للدول الأخرى في اغتيال القائد رحمه الله الهنية. نعم. يعني المقاومة هي من تلتزم، ولكن المقابل لا يلتزم.